الو دكتور، جود معك، ممكن نحكي؟ عملنا اجتماع ودرسنا حالتك بالتفصيل. لو سمحت دكتور احكي وبسرعة. خطورة العملية كل يوم عم تزيد، لازم نعمل العملية بأسرع وقت ممكن. ما عندي مشكلة، ايمتى ما بتحب انا جاهز. معناته بعد يومين. هالخبر كتير حلو، انا كمان مستعجل. ما فهمت. عم قول بدي اتجوز دكتور، بس عندي واحد لازم اخده من العروس قبل هالعملية. تفضل، أهلا وسهلا. لو سمحت فرجيني محابس. شوف هاي الموديلات آخر موضة، الصبايا كتير بيحبوها. لا مو هيك، بدي لمعة تكون أخف. والله هاي الموديلات البنات بتحبها، البنات كل ما كان الخاتم عم يلمع أكتر كل ما حبوه أكتر. بس البنت اللي بحبها غير شكل، مختلفة عنهم، ما أنا مثلهم. أنا بدي هيك خاتم سادة وبسيط. طيب أنا فهمت طلبك. فيك تنقي من هالموديلات. ايه هدول معقولين. شو رأيك بهاد؟ حلو بس ولا هذا يمكن أحلى، هذا كأنه أحلى، ما هيك؟ تمام، رح حط لك يا بعلبة تكون مرتبة. لا لا لا، مو هاد، وقف شوي لسه محتار، بدي أخد هاد، خلص أنا اعتمدت. ليك يا ابني، اسمع نصيحة رجال أكبر منك، الخاتم وهالقصص كلها حكي فاضي. إذا قلب البنت اختارك أنت، إذا بتلبسها خاتم يكون تنك بإصبعها ما بتفرق معه. فهمتني؟ إن شاء الله يكون وصلك الجواب. حلو، إذا رح تضل تنصح الشباب ما رح تبيع ولا محبس. ابني إذا معك مصاري الخاتم بيكون هدية حلوة. شو اخترت؟ بدي هاد. شو أخبارك؟ منيح. ايه وشو كمان؟ يلا سالي قلي بقى. وينك جيهان؟ تعي لهون فورا. جيهان جاوبي، وينك؟ ليش ساكتي؟ ليش ما عم تردي؟ جيهان سمعت اللي قلته؟ ليك ها جبت الشاي، شو كنت رح تقلنا؟ يلا احكي. خالي شو هاد؟ حلو كتير. خالي رح يصير عريس، يعني رح اقول للخالي جيهان مرت خالي. خالي كيف رح تلبس الخاتم؟ ما رح احكي، يعني رح اعطيها الخاتم ورح اسألها اذا بتتجوزني. مو حلو هيك، مو ظابطة، ما بيصير هيك، خليها مثل تبع الأفلام. ليك اعمل مثل شو كان اسمه الفيلم نور؟ ما بعرف. كان في رجال وفي مرة، هن الاثنين بحبوا بعض كتير. شبكوا؟ ليش تفاجأتوا؟ لأنه بكل الأفلام هيك بيكونوا الأبطال. لا تتمسخر، أنا بدي تعمل مثل يلي بيحبوا بعض. لا أنا مستحيل أعمل هيك شي مبالغ فيه أمينة. بس جيهان رح تنبسط، كل البنات هيك، لأنه رح تضل تتذكره ومستحيل أنه تنسى هاللحظة، ما رح تنسى هاليوم. أنا موافق.
حأعرض عليها عرض ما تنساه بحياتها. جيهان رح تنبسط كتير. شو رأيكم؟ بس ما ترفضني وتخبط الخاتم براسها؟ لا أكيد بتقبل، ما رح ترفضك، هي كتير بتحبك. أمي خالو عم يمزح معك. ايه بقى قول هيك، قول عم تمزح. كتبت على الخاتم اسمائكم مثل الخاتم يلي عند أمي؟ لا تكتب، لا تكتب، أنا ما بحب هيك. يلا أنا رايح، جيهان ناطرتني. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.